شكرا. السيد النائب محمد الأمين والغزوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم. شكرا سيد الرئيس. أنا بدوري أرحب معالي الوزير والطاقم المحترم المرافقها. اختيرنا كذبة لأن هذه مشاريع القوانين 1805 و1806 مشاريع بالغة الأهمية، ولهم لا يعود بالنفع للبلد إن شاء الله، ولهم مزايا متعددة تم ذكرهم، إنشاء سوق موحدة للسلع والتكامل الاقتصادي للبلدان الأعضاء وإزالة الحواجز بين المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتوحيد التعريفة الجمركية بين الدول أيضا. هذه الشراكة الاقتصادية مهمة ومهمة لبلدنا، إلا أن نختار نأكد أنها ترتكز أساسا على تسويق المنتوج المحلي، وهذا هون وصلنا لأن نختار نحث معالي الوزير على قضايا بعد مهم ولا زال للأسف غايب، هذا اللي ينقال له الصناعة ببلدنا. نمد مبادئ منتوجها المحلي، ما عاد تتوفر على مشاريع صناعية كبيرة تعدل الصناعة التحويلية، ما تقد تستفيد من ثرواتها المحلية كالسمك والثروة الحيوانية والمعدنية إلى آخره. انضاف على أن هذه الشراكة الاقتصادية لمجموعة الدول غرب أفريقيا جاءت بعد الحضور المتميز بلدنا في الدول الإفريقية، حضور سياسي وأمني مهم، وإنشاء مجموعة الدول الساحل الخمس اللي تساهم بالإضافة لدورها الأمني عندها بعد اقتصادي واجتماعي. ذكر حد قبيل هذا التبادل، فيه مشروع كبير لربط هذه الدول الأعضاء اللي هي مجموعة الدول الخمسة بالسكة الحديدية، لا هي يساهموا أيضا في تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية الشقيقة. ممتاز هذا الحضور المتميز أيضا بفض نزاعات في الدول الإفريقية الشقيقة، وهم بالإضافة للحضور المتميز في قطرنا الإفريقي نلاحظ اهتمام متزايد باتفاقيات مماثلة من دول الجوار. يامس شفنا اتحاد أرباب العمل المغاربة اللي جاءوا مهتمين بربط اتفاقيات اقتصادية مع بلدنا، ومقابل ذلك اتحاد الأرباب الجزائريين عمل الجزائريين. هذا يدل على شيء، ما يدل على تطوير المناخ الاقتصادي يوازيه استقرار واستقرار أمني وسياسي تنعم به بلادنا، نحمد عليه مولانا. راجين بأن هذه الاتفاقية تدفع بالعلاقات الثنائية بيننا احنا والدول الإفريقية الشقيقة، وأن تعزز مكانتنا وحضورنا بشكل أكبر إن شاء الله، ومعولين على جهود الحكومة في تطوير العلاقات وتعزيزها والرفع من اقتصادنا الوطني. السلام عليكم ورحمة الله.